أهلا وسهلا بكم حبايبي، هذا أخوكم ماجد من زبير. نون ستوب نايت، الفارس الذي لا يقهر لعبتنا. رجعنا نكمل الليفلات، بعدنا بيه إن شاء الله. طبعا فارسنا إرادة تطوير ضعف، نشوف شنو عندنا تطوير. السيف، نطور السيف ونطور الدرع معنا. السيف صار 30، الدرع 20، نصنع 20. طيب نرجع، عندنا بوس. شوفوا البوس، نقدر ناخذ البوس، تعطينا صندوق هي مسيطرين عليه. طيب كمل، اكو وراء بوس. طبعا شايفين الخط اللي بالنص، مو البرتقالي اللي فوق البرتقالي، البوس جاينا. طبعا الان احنا بليفل 9، اجانا البوس صعد. هذا هو صدق النخلة، شوف أنا أقدر ناخذه وأنا هذا البوس. ويا جماعة هم مسيطرين عليه الحمد لله. صندوق فضي، شوف. طيب
صار قوي فارسنا يعني، حتى ما يحتاج يدخل معنا. شايفين يعني ليفل 9، ربع ليفل 9 كده خلصنا. الآن بوس راح يجي، بس يكمل الخط البرتغالي. دش البوس هنشوفه. هذا البوس مسيطرين عليه إن شاء الله. جيد، شو التطوير. ايضا البوس جاي، البوس راح يجي وراي. ما زلنا بليفل 9 يعني، 3 ليفل 9 طايرنا يمكن. نخلص الخط البرتقالي ونكتملنا 20 ويجينا البوس ان شاء الله. شايفين البوس الآن جاء، ما راح أروح له، راح ألعب أكمل شوية حتى أطور. هل أطور وأروح له؟ هل أسوي 65؟ وصل الدرع 40 الآن، هل يخلص؟ الآن نروح البوس. هذا البوس
طيب كم اللعب؟ شوف الجنود شلون صاروا قويين هسه الأعداء. ستيج 19 الآن، طابق 19. وطابق 20 اكو بوس هم. إذا خلصنا قتلنا 20 جندي راح يجينا بوس. يعني اللي سماه الفارس لا يقهر، صدق اسم على مسمى. الآن نبدأ بالتطوير. 45 وصلت 70، ماكو ما عدنا 70. كمل نلعب، خل نشوف نقدر البوس، إذا ما قدرنا نكمل نلعب ونقوي جيشنا. لا إن شاء الله مسيطرين عليه. قامت تطلع وحوش وسود مدري شنو، والله كافي نشر. نازلنا بستيج 22،
ليفل 9. سلام مرحبتك بوس، اذا خلصنا هاي راح نعطينا بوس. باقينا 4 نقتلهم ويجينا البوس. أنا أريد أطور قبل أروح البوس. طورت السيف بس ما طورت الدرع، شو لكن نعرف شوية نطور الدرع. اختار الدرع. طيب ورا هاي راح اروح للبوس. اقول له تعال طولت عليك. شوف ما قدرنا نكتله، راح نحاول نجمع بعد ونكتله. انا عرفت البوس هالمرة راح اسرره. خلينا نكمل نجمع. كل شي يعتمد طبعا على التطوير، اذا ما مطور الفارس مالك ما تقدر البوس. صار عندنا 3.38K. هنشوف طور، راح طور السيف. انا طورت مرة واحدة السيف ما كافي، هنلعب بعد. طبعا حتى لو نروح للبوس ما نقدر نلعب، انا بعد يراد من اللعب هو تطوير.
شوف القوة مالت الأعداء شلون صارت قوية. طور السيف بعد ما يتطور السيف، الدرع يتطور، هاي وراح نجرب مرة ثانية البوس. خلينا نشوف الحين البوس، ما يقدر نعلم بعد نضعف. خلينا نلعب، نجمع فلوس، نطور لاعبين. طبعا بليفل 9 احنا راح يعني باقي ربع تقريبا وخلص اللي قلناه. حتى الوحوش صارت قوية مو بس البوس. شوف طولنا السيف، ما زلنا مستمرين احنا وياكم. وعدنا فرسان هيج، ان شاء الله احنا بخير.
الخليط نحاول بالبوص شوية بعد ونحاول بالبوص نشعر التطوير طور السيف طورناه واحدة بس هو قوي بس الدرع ضعيف معه شوي قوي الدرع راح يكمل ليفل 9 طبعا نشوف الدرع طورناه هالمرة نجرب مع البوس نطور بالدرع حتى يقوى نلزم البوص هنحاول الحين والله أما كذا إذا لحم هذا البوس قوي يراد له قوة ضارب بس ما يخالب تمكن منهم إن شاء الله
هنشوف الحرشة هاي شني. يقول ايرن فاستر ايرن مور درينك ذس بوشن اند جو سوبر نون ستوب فور ا شورت. طيب طيب يعني هذي ساعدنا على على هزيمة البوش، لأنه يقول إذا شربتها تصير سوبر يعني رجل خالق خارق وحق فترة قصيرة وتفيدنا للبوس. بس ناخذ لنا وحدة نشربها ونروح لها. طيب خلنا نشرب لنا واحدة. خلص روح للبوس. يعني قربنا يعني قتلنا واحد من البوس، يعني بينا شوية بعد ونذبح الثاني. طيب قتل الغرشة لازم ندوسها قبل، أنا دستها بعد ما دست على البوس. قبل لا تدوس بتن المفروض تشربها يعني الغرشة. على العموم هسه نجربها نشوفها، بس خلنا نلعب شوية حتى يقوى الدرع مالنا. اذا راح اروح البوس، راح اشرب قرشة بس اخلص واروح على البوس قبل. شوف والله درينك، رحنا على البوس. شايفين شلون صار خارق من شربته الغرجة، صار ما يلحق. الآن طبينا بلي بالعشرة طبعا، ما أدري ايش قد الفترة مالتها هاي الغرشة، لأن تبين شايفينها من العلامة الخضراء مالتها، القوة من يضرب سيفها تطلع خضراء. ضعفة طبعا يمكن، وبعد خارة ما بعده. والله تمام هالغرشة هاي.
بعد خارق. هذه سوبرمان صار شنو الآن؟ انتهت، رجع كما كنت طبعا. حبايبي.